فيديو عن على جوج الآيات اللي الأمور والزواج والخطوبة بإذن الله فبقى معنا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أحبابي الكرام طب طالما مشاكم تبوأتم من جنة منزلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أحبابي الكرام نتكلم اليوم عن آيات بينات من كتاب الله عز وجل لتيسير الأمور وحتى نصحح المفهوم للجميع فالقرآن كله شفاء قال ربي جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة طيب المرجو الوضع أيديكم بإذن الله عز وجل على على الأرجل وإغماض العينين والاستماع بإذن الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات وانهارا ويجعل لكم انهارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله اكبر الله اكبر. اللهم رحمتك نرجو. فلا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم رب السماوات السبع. ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم إننا نعوذ بك من الهم والحزن. والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم يسر لكل انسان ما اراد وافتح له ابواب الخير اللهم يسر لكل إنسان ما أراد، وافتح له أبواب الخير، عافه واعف عنه، تب عليه وارحمه يا رب العالمين، يسر أمره، اغفر ذنبه، تب عليه وارحمه يا رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أحبابي الكرام هذه رقية بإذن الله سبحانه وتعالى إذا وفق الله واستمعتم إليها وأعجبتكم فأدعمونا بلايك وإعجاب بإذن الله سبحانه وتعالى حتى ينتشر هذا النوع من الفيديوهات المفيدة للإنسان والله ولي التوفيق أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله